أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتانامو، أنا اليوم فايز محمد الكندري. راح أقول لكم الحقيقة اللي أنا عشتها في غوانتانامو خلال 14 سنة. فايز أخ وصديق طفولة، يعني أعمارنا متقاربة، فمن صغرنا وإحنا مع بعض سواء في اللعب أو في البيت. فايز يعني كان أكبر منه، يعني أنا صديق أخوانا الصغار بعمر أخوانا الصغار، لكن للأمانة كنت يعني أتمنى أن أروح بيتهم، لأنه كان يعني رجل مرح معنا. سنة 2000 ذهبت أنا الدراسة الدكتوراه في كندا، وكان فايز يعني من المودعين هو مع أخواني، فشوف العلاقة كانت قوية جدا مع فايز، بحيث أنه جاء وودعني في المطار، وبنفس الوقت كان هو ناوي يروح يعني يعمل أعمال خيرية في باكستان وأفغانستان، علشان والدته ويدته كانوا مرضى، فمن باب داوم مرضاكم بالصدقة. كنت أعيش حياة طبيعية تربطني بالكثيرين روابط الصداقة، وإن اختلفت أفكارنا ومعتقداتنا، لأني أؤمن أن الأخلاق هو الطبق الذي يجب أن تقدم فيه كل الأفكار، ومن غيره تخرج مشوهة. دفعني حبي لأعمال الإغاثة ومرض جدتي ووالدتي، فقررت إغاثة المساكين في أحوج البلدان. خرجت من البيت وكان معي المبلغ، وكنت أتوقع أن الموضوع كله ممكن يأخذ شهر ونص، لكن ما كنت أتوقع أبداً أني لن أرجع إلى هذا المنزل الذي عشت فيه حياتي إلا بعد أكثر من 14 سنة. كنا عمر مع بعض، والحين نقطة افتراق، نقطة الفراق هذه الواحد ما يدري شنو يخبئ للمستقبل. ما كنت أتخيل أن السيناريو اللي بعدها راح يكون بهالطريقة. وصلت أفغانستان في آخر أغسطس، أريد أن أبحث عن أكثر الأماكن حاجة لهذا العمل الإنساني، وذهبت إلى هذه القرية تبعد عن المدينة قرابة الساعة بالسيارة، وفعلا كانت تعيش حالة بدائية وحاجتها ماسة لهذه المشاريع الخيرية. فكنت ناوي أني أبني مسجد فيها وأحفر بئرين، لكن وجدت أن هناك مسجد عندهم، لكن مسجد مهدم. فقلت أرمم هذا المسجد وأعيد ويعني أصلحه أفضل من بناء مسجد جديد، لأن الوقت يعني مو من صالحي، أريد أن أنهي هذه المهمة وأرجع مرة أخرى إلى بلدي لأكمل الدراسة. Fayez Al-Kandari is a Kuwaiti who's been held since 2002 without charge. My first experience with Fayez was one of in disbelief. I believe that probably having not met him, that he probably had done something, and that it was up to me to probably figure out a way to negotiate some sort of plea on his behalf. But I can tell you, after having met with him more than 50 times, I mean, his story is quite clear. It's very factually easy. In 2001, Fayez went to Afghanistan to repair two wells and to repair a mosque, to build a well. In Afghanistan, the American bombing began. فبعد أن انتهيت من إعادة المسجد وكنا نحفر البير، بدأ القصف. طبعاً إحنا كنا مقطوعين، لا يوجد تلفزيونات في هذا القرية تماماً، فما كنا متفاجئين شو اللي قاعد يصير. من خلال الراديو عرفنا أن صارت 11/9، وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية هجومها في 7/10 على ما أتذكر. أن اضطررنا إلى النزوح من كابل إلى جلال أباد، فكنت جالس عند بعض القرويين هناك بانتظار أخذي إلى الحدود الباكستانية، ثم الذهاب إلى السفارة الكويتية. ليس كل من كان متواجد في أفغانستان في فترة الحرب هو يعني ذهب إلى الجهاد، فليس كل الموجودين في أفغانستان لهم هدف واحد من بقائهم في أفغانستان، لكن مع الحرب
الشرسة في أفغانستان اضطروا اضطرارا إلى أن يصعدوا جبال اسمها توربورا. هذه الجبال على الحدود بين أفغانستان وباكستان، اضطروا اضطرارا إلى سلوك هذا المكان ليذهبوا إلى باكستان. كانت الطائرات الأمريكية وقتها ما تقذف فقط القنابل، كانت تقذف نوع آخر وهي الليفلتس المنشورات، وكان مكتوب فيها اقبض على عربي تنال $5,000. كان الوقت ليل وكان هناك نهر قريب مني، وبقيت على حافة جبل من الأسفل، وهذا الجبل كان عالي جدا وشاهق لكنه كان ارتفاعه حاد. فبدأ القصف علينا احنا تحديدا. اول ما بدأ القصف رموا بقنبلة مضيئة، حولت المكان الى شبه نهار. فأنا اخذت لي مكان وفقط ضميت نفسي ووضعت وجهي على الجبل وانتظرت، وبدأت اذكر الله سبحانه وتعالى واتشهد واستغفر. فكانت القذائف تنهال على يميني ويساري، وكنت أشعر بالأخوة الذين يعني يقتلون، يعني مع قوة التفجير يعني كانوا يطيرون من الأرض ويسقطون قريب مني، يعني حتى كنت أسمع أنفاسهم الأخيرة وهي تلفظ، كنت أسمع بعضهم يتشهد ثم يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبعضهم من غير صوت، وبعضهم فقط ونة خفيفة، كل هذا على يميني ويساري. فبدأ الطيار يضرب فوقنا على أساس أن الصخور الضخمة تسقط علينا وتدفننا، يعني من تبقى حيا يعني ردمته الصخور. فسمعت مع التفجير في الأعلى سمعت صوت صخرة وهي تسقط علي، يعني حاس فيها أن هذه جاية علي، واضح أنها صخرة ضخمة لأن صوتها وهي تسقط كان ضخم وقوي. فأنا كنت سبحان الله قلت إذا ما قتلت بالشظايا سأقتل بالصخرة، فأتشهد، جالس أتشهد وأذكر الله سبحانه وتعالى حتى سقطت الصخرة علي. كانت صخرة ضخمة حقيقة، ومن كثر ما هي ضخمة وثقيلة أنا كنت جالس بهالطريقة محتمي، فمن كثر ما كانت ثقيلة أول ما سقطت علي ما استطعت أني يعني أعتمد على إيدي، فمباشرة فتحت الإيد وضرب صدري على الأرض تماماً، والتصق صدري بالأرض تماماً من ثقل الصخرة. أنا توقعت أن ظهري انكسر يعني. وسبحان الله العظيم، وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً، الصخرة لما وقعت على ظهري أصبحت كأنها صدفت السلحفات فحمتني، فكنت أسمع الشظايا وهي ترتطم بالصخرة فيصدر لها صوت حاد. سبحان الله، الشظايا كانت ترتطم بهذه الصخرة بشكل كثيف جدا، وسبحان الله يعني لو كانت الصخرة متأخرة قليلا لكانت كل هذه الشظايا علي، لكن شاء الله سبحانه وتعالى غير ذلك. فعندما قمت من تحت الصخرة وكنت مجروح من رأسي وظهري، التفت عن يميني ويساري وإذا بالجثث، جثث الأخوة كانت تملأ المكان، كانت تتساقط عن يميني ويساري. بدأت أنظر وأنا يعني في حالة يعني ما بين اليقظة والنوم، يعني كنت فعلا مخدر وفي حالة إعياء شديد وعدم تركيز بسبب الدخان الكثير الكثيف الذي استنشقته من القذائف. نظرت إلى الأشجار وإذا بها رمادية ليست خضراء من كثرة المواد التي كانت تخرج من القنابل، فكانت تسقط على الأشجار فأصبحت رمادية يعني بشكل غريب جدا سبحان الله.
نظرت وإذا بكومة من الأحجار أمامي هناك. قمت وجسدي مليء بالشظايا وكنت أنزف، فحاولت أن أتحامل على نفسي وأنا أعرج حتى وصلت إلى كومة الأحجار أريد أن أتخطاها لأغير مكاني، لأني كنت أشعر أن الطائرات ستأتي مرة أخرى وتقصف ذات المكان، وهذا ما تم لاحقا. فعندما اقتربت من كومة الأحجار وإذا بيد تخرج من كومة الأحجار، تفاجأت من هذا المشهد. أمسكت باليد وأخرجتها وإذا به أحد الأخوة، أخرجته من بين الأحجار، سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك افترقنا والتقينا بعد فترة في غوانتانامو، وبقي هذا الشخص معي إلى آخر الأيام، ثم خرج قريبا ولله الحمد. During this time, there was a bounty offered for all Arabs that was in Afghanistan at the time. Fayez tried to get out of Afghanistan, but unfortunately he did not make it. Subsequently, he was sold to American forces. As an Arab who was in Afghanistan at the time, he was then transported to Guantanamo Bay, Cuba. لكن مع الأسف الشديد، الاتحاد الشمالي وبسبب الجوائز القيمة جدا التي صرفت للعرب، يعني كانوا يبحثون عن العرب المتواجدين في هذا المكان، وتم القبض علي كعربي لا أكثر ولا أقل، وكنت يعني أمامهم يعني وكأني صرة من الدراهم أمشي. أكثر القرى الأفغانية على فقرها وشدتها رفضت هذه المنحة، وما قبل يعني هذا البيع إلا ثلة قليلة جدا ضمن التحالف الشمالي اللي كان أصلا متحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الشهادة لله، معظم الشعب الأفغاني بالعكس ضحى وبذل الغالي والنفيس، وبعضهم أسر معنا بسبب دفاعه عنا. يعني كيف يسلم هؤلاء اللي ليس لهم أي علاقة بما حدث؟ تم اعتقالي في المنتصف من شهر ديسمبر، أول يوم من أيام عيد الفطر في سنة 2001، يعني كان عيدي في الأسر. فتم تسليمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا عندما سلمت بصراحة، عندما سلمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية قلت تمام، أكيد راح يشوفون الوضع وراح يعني يدرسون الموضوع وقد يحقق معي ويطلق سراحي مباشرة، أو على أقصى تقدير محاكمة عادلة ثم يطلق سراحي. كنت مخطئا. قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات، قد أتاك طوعة الجمال هيبة الجلال، أن يراك من دعاك جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه، جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه، من دعاك نظرة النعيم منحة الكريم.